ويعود لكم في المرمى وتغطيته لأبرز البطولات السعودية والآسيوية والعناوين. بعد إيقافه محليا، هل يحق لنواف العقيدي المشاركة في دوري الأبطال؟ الفيحاء يواجه النصر في دور الإقصائيات ويكشف عن نوايا هجومية. العين ونساف المواجهة الثالثة في آسيا. السلام عليكم. أخيرا أسدل الستار على ما عرف بقضية اللاعبين الستة في المنتخب السعودي وماشيني مدربهم بإيقاع عقوبات على اللاعبين تراوحت بين الإيقاف والغرامة منذ مؤتمر ماشيني الشهير. كيف دارت الأحداث؟ محمد القناص يربط بين المؤتمر والقرارات. في 15 يناير مانشيني يدخل قاعة المؤتمرات الصحفية في المركز الإعلامي الرئيسي بمشارب، يتحدث ليلة المباراة الأولى للمنتخب السعودي أمام عمان في كأس آسيا عن سبب استبعاده 6 من لاعبي المنتخب. عن سلمان الفرج يقول: سلمان the first time in the camp he said that he doesn't want to come to play for the friendly game. I don't think that one player can decide when or not can come. بعد شهر إلا يومين يخرج بيان من لجنة الاحتراف السعودية. البيان يقول: عن سلطان الغنام في المؤتمر الصحفي تحدث مانشيني وقال: Second is Sultan and Nawaf. I spoke with both before the list and I asked them if they were happy to come in the national team. And Sultan told me that he was not happy, that I play or I don't come. Okay. There is no one player that can decide if I have to play or not. I decide this. في البيان الذي أصدرته لجنة الاحتراف ذكرت أن عقوبته كانت لهذه الأسباب. الحارس نواف العقيدي كان أحد المستبعدين، دار حول استبعاده الكثير من الحديث. في المؤتمر الصحفي قال مانشيني: نواف told me that okay I come but the day after in Riyadh said to us not I don't want to come. We tried to speak with him and we put him in the list. We were in the camp in Silain and 3 days ago he went to our goalkeeper coach. I said that oh, I don't want to stay here because if I not play I don't want to stay. بعد تحقيقات لجنة الاحتراف أصدرت بحقه أكبر عقوبة من بين زملائه. الأسباب بحسب بيان اللجنة: الثلاثي هزازي وخالد الغنام ومران لم يحضروا في قائمة المنتخب النهائية. مانشيني في المؤتمر قال: When I spoke with the players the first day in Silain, we were 30. I said to them, we are 30. In 2 days we have to give a 26 players list. But it's not the definitive list. Our list will be 1 or 2 days before the first match. And these three players, Azazi, Marran, and Khaled,
say no, we don't want to stay here, we are not happy to stay, blah blah blah, and they leave. بيان لجنة الاحتراف كان موحدا حيال استبعادهم. محمد القناص، العربية. بعيدا عن العقوبات وعن قوتها أو يعني عدم قوتها، يظل بشكل قاطع أن الحرمان من تمثيل المنتخب هو أقصى أو أقوى قرار ممكن يعني يتخذ تجاه أي شخص، لأن تمثيل فريق الوطن دائما هو شرف لأي إنسان سواء في الملاعب أو في غير الملاعب. متى ما كان الشخص يمثل بلاده فذلك وسام كبير وتاج كبير. بعيدا عن العقوبات، تذهب إلى المستشار القانوني أيمن الرفاعي الذي يلتحق بنا من جدة. دكتور، بعيدا عن العقوبات، هناك جزئية فقط نريد أن نناقشها معك كقانوني هذا المساء بعد التحية والترحيب. دكتور، هل ستنطبق هذه العقوبات على دوري الأبطال مع الفرق المحلية؟ بمعنى لا يوجد لاعب تم إيقافه إلا نواف، البقية غرامات، أقصد لاعب يعني سيشارك في دوري الأبطال إلا نواف العقيدي في النصر. هل هذه العقوبة ملزمة قانونيا بإيقافه في دوري الأبطال؟ أي دكتور، حياك الله أستاذ بتال، وزمان عنك، وشكرا على الإطراء. طبعا نحن لو رحنا للمادة الثالثة من لائحة الاحتراف التي تتكلم عن نطاق تطبيق اللائحة، نجد أن نطاق تطبيق اللائحة هو المسابقات التي ينظمها الاتحاد ودوري رابطة المحترفين بجميع المسابقات. جميل. وفي نهاية هذه المادة ذكرت النظر في النزاعات المحلية حصرا. فاليوم هذا السؤال يوجه للجنة الاحتراف، لماذا عندما أصدرت قرارات لم تذكري بصريح النص ما هي آلية الإيقاف؟ ولكن وفق اللائحة أن اليوم هذا الإيقاف يشمل فقط البطولات. طيب على ماذا تعتمد دكتور؟ على ماذا تعتمد أنت قانونيا في هذا الكلام أنه محلي فقط؟ ممتاز. طيب أعتمد من النص، مثلا لو نذكر في قضية كنو كان النص يذكر في الإطار الدولي، ولكن اليوم في مثل هذه العقوبات لا يوجد نص يصل فيه إلى الإطار الدولي، وهذا هو ما تحدده لجنة الاحتراف. طيب لجنة الاحتراف هذه مش دولية، مباراة دوري الأبطال مش دورية، مش دولية، ما تحسب في سجل اللاعب الدولي. لا، هي على مستوى الفرق لا تحسب دولية. لا، هي تحسب بطولات خارجية ليست دولية. هي مسابقة، نعم، مسابقات خارجية دولية، فاليوم هي مسابقات خارج الإطار المحلي. نعم. فكونها خارج الإطار المحلي، طيب، لا ينظمها الاتحاد السعودي ولا رابط الدوري المحترفين. طيب. ووفق النص اللي موجود أمامنا ووفق القرارات التي صدرت أن اليوم اللاعب يستطيع اللعب مع ناديه في بطولة أبطال آسيا. طيب. عدا ذلك يبقى الإجابة على لجنة الاحتراف أن تبين هذا النص صراحة يعني صاحب الصلاة صاحب. اصبر عليه بس، خليني أقول لك سؤالي التالي قبل ما نقول لجنة الاحتراف. طيب، فيما لو أن الاتحاد السعودي مثلا أرسل هذه العقوبات اليوم أو أرسلها البارحة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم وقال إحنا أصدرنا هذه العقوبات وهذه نسخة منها، هل تصبح هذه العقوبات سارية على في الإطار الآسيوي؟ جميل.
كون انه حصل تعميم فهذا يعني انها تصدر تدخل في الاطار الخارجي سواء كان دولي او مثل ما انت ذكرت. ليش؟ لانه اليوم تعاميم الاسيا وتعاميم الفيفا ذكرت صراحه في تعاميمها انه اذا كان الايقاف يدخل في الاطار الدولي فلا بد من تعميم العقوبه. فكون الاتحاد السعودي سوف يعمم هذه العقوبة فهذا يعني أنها سوف تخرج من المحلي إلى الدولي أيضا. إحنا الحين نقول افتراضات، ما ندري هو أرسلها ولا ما أرسلها، بس قاعدين نقول نعم افتراضات. نعم أنا أيضا أمشي معاك في نعم أنا أمشي معاك في الافتراضات، ولكن طيب. الذي يحسمها هو يوم الخميس عندما ترسل لجنة الاحتراف القرارات المسببة، ولابد أن توضح ما هو مدى يعني من الخميس النصر بيلعب بحد اقصى يوم الخميس. النصر بيلعب اليوم الاربعاء، بكره اليوم الاربعاء. هل هذا يشمل مباراه الاربعاء؟ نعم حسب القرار الذي صدر لا ما يشمله. اشتراك دكتور ما في شيء لا حسب القرار لا يثبت. شلون تجزم صحيح كدا. لكن انا قراءتي نعم قراءتي للنص وباستشهاد العقوبات التي كنا نصدرها في لجنة الانضباط والأخلاق فهي تبقى داخل الحدود المحلية ولا تذهب إلى الدولية إلا ما نص عليه ذلك في اللائحة. إيجاز دكتور ممكن اسلم تسمعني؟ ممكن تعيد الآن ممكن تعيد السؤال لو سمحت؟ تسمعني الآن دكتور؟ نعم أسمع. إيه دكتور أقول لك لو كان يعني مثلا لو كنت مكان نادي النصر كيف تتأكد من قانونية مشاركة لاعبك؟ في عجالة. أرسل استفسار للجنة الاحتراف. أها وهي تجاوب. إذا ما تجاوب وفق النص أنا حلعب اللاعب. شكرا على هذه التوضيحات المستشار القانوني أيمن الرفاعي. وفي تغطيتنا لبطولة آسيا أثير الكثير من الجدل حول المصادر المعلوماتية والمعلومات التي أدلى بها زميلنا نيف الثقيل، واحد من مفدي العربية للدوحة حيث أقيمت البطولة. مصادر نايف مستمرة ولذلك نستضيفه اليوم، يلتحق بنا من الرياض بعد قليل. دعني أعطيك أهم الأحداث أو المستجدات. الآن سيتم استدعاء 6 لاعبين لجلسات تحقيق لدى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بعد أن قامت إدارة المنتخب بإعداد تقرير مفصل وبعثته إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين. بالتالي حسب مصادرنا ومعلوماتنا التقرير المفصل تبنى وجهة نظر مانشيني بالكامل، خطة مانشيني مسبقا كل حارس من الحفاظ الثلاثة يشارك في مباراة من ضمن 3 مباريات. نواف كان في المباراة الأولى وراغد النجار في المباراة الثانية وكسار في المباراة الثالثة. دعني أيضا أكشف لك بتال جميع اللاعبين اليوم في ردودهم تحدثوا عن الاجتماعات التي عقدها مع المدرب. من يحضر هذه الاجتماعات؟ يحضر الاجتماعات اللاعب مانشيني، محمد أمين كمترجم، وأيضا حسين الصادق كمدير. بالتال اليوم مانشيني كمدير للمنتخب، ربط الأحداث يدور إلى أن هناك خلل في المنتخب السعودي والسبب عدم وجود مترجم رسمي يعمل مع مانشيني. لا يوجد مترجم. كيف ما في مترجم رسمي؟ صح لنا هذه شوي. كيف ما في مترجم رسمي؟ يعني ما في أحد على وظيفة مترجم؟ بالتال لا يوجد أي شخص في المنتخب السعودي الآن على وظيفة مترجم. هناك شخصين يقومون بهذه المهمة اجتهاد شخصي منهم وليست مهمتهم الرسمية. عملهم إيش؟ لا يوجد مترجم يتحدث الإيطالية والعربية. بالتالي بعطيك من مصادر مقربة من مانشيني، يعني أنا حرصت أني أوصل إلى هالمعلومة. هل مانشيني عنده تقبل لعودة اللاعبين مجددا في المعسكر القريب، في معسكر بداية الشهر المقبل استعدادا لمباراة طاجكستان؟ مانشيني ما عنده مشكلة في عودة اللاعبين مجددا، هو مرحب بعودتهم، لكن أعتقد بالتالي أنه شرخ العلاقة الكبير اللي حدث ما بين اللاعبين وما بين حسين الصادق بسبب التقييم، أعتقد أنه هذا يحتاج تدخل على مستوى إدارة اتحاد القدم. وصاحبي ممتكي.
واذهب الى الرياض زميلنا نايف ثقيل التحق بنا من استديوهاتنا. حياك الله نايف. والله شكلك بشمغ احسن من الميدان نايف، تشهب في الميدان. ها الشغل الميداني يشهب شوي، يعني استديوهات تنور كذا ويزبطونك ويلمعونك واضاءات حلوه ويهتمون. اي طبعا، ومويه وشاهي قبل الهواء. اي شوف انا اشهب بس خارج الاستوديو، بس في الاستوديو المع. طيب خلصت اسيا نايف، بس الجدل مستمر. يعني من المصادر اللي انت قاعد كنت تقولها، طبعا هذا قدرنا كصحفيين. انا يعني اشكر كل من يعني قيم عملي بموضوعيه، ومسامح كل من هاجمني دون معرفه الحقيقه. انا يعني اغطي معسكرات المنتخب السعودي منذ 20 سنه، وتنقلت في مراحل عديده ومع ادارات مختلفه في وقتها والان تغيرت الادارات بالتالي، وما كنت يعني للامانه اجد الا كل التقدير والاحترام والتعامل الطيب. وشهاده منهم اني انا كنت يعني لم ابحث عن اي مشاكل داخل معسكرات المنتخب السعودي. جميل، بس الاداره غير راضيه. كلنا غير راضين عن المنتخب السعودي وعن نتائجه. نتائج كانت مخيبة للآمال، كانت مؤلمة لنا احنا كإعلاميين، ما كانت يعني مقرونة او تتناسب مع اسم بلدنا، ولا كانت على قدر الدعم الكبير اللي تحظى به الرياضة السعودية من سمو ولي العهد اللي سخر كل الإمكانيات حتى اصبح دورينا يعني ملء البصر والسمع، والكل كان يتحدث عنه. ايضا جهود وزير الرياضة سمو الأمير عبد العزيز وحرصه وتفانيه ومتابعته وتوفير كل المتطلبات للمنتخب. لا نايف، انا ما اقصد النتائج طبعا، اقصد عملك لم يكن مرضي يعني لاداره المنتخب، رغم انك يعني تقييم عملك ليس من شانهم. هذا مو من شانهم، لانه ما في يعني الاعلام مراقب وليس مشارك. ف يعني بالذات الاخ يعني اداري المنتخب حسين الصادق، أنا بقول قصتي مع حسين الصادق كاملة وموضوعية. في التمرين الرئيسي للمنتخب السعودي قبل مباراة كوريا، تهجم علي حسين الصادق بطريقة للأمانة يعني لا تليق به أولا، في حينها أنا كنت أعقل وقدرت الموقف، وقدرت أنه منتخبنا عنده مباراة مهمة وخروج مغلوب وأمام منتخب قوي، وكانوا في نفس اللحظة اللعيبة والمدرب كانوا في وسط الملعب. التزمت الصمت واتجهت ما دخلت في مشادة مع حسين الصادق نهائيا، واتجهت سلكت الطريق الصحيح واتجهت للمسؤولين الإعلاميين، وقدمت لهم احتجاج شفهي عما بدر من حسين الصادق، وقلت لهم بالتال ما دام المنتخب السعودي ينافس حاليا في البطولة لن أظهر في البث المباشر للقناة ولن أتحدث عن هذه المشكلة، أعني تهجم حسين الصادق علي، لأني بالتال أحترم المنتخب ولا أبحث عن أي شوشرة. طيب المسألة وذكرت للمسؤولين حتى بالتال يعني رئيسي في وزملائي في القسم الرياضي في العربيه ما بلغتهم بالموضوع نهائيا، وقلت للمسؤولين الاعلاميين يعني للتو المنتخب خرج من ازمه المؤتمر الصحفي، يعني لماذا مدير المنتخب يبحث عن اختلاق مشكلات شخصيه وازمات للمنتخب قد تؤثر عليه؟ طيب بس مش كذا رواية الأخ الصادق، هو قال رواية ثانية، يعني قال إنه يعني فيها نوع من التهديد منك. أنا حسين الصادق لم يكن دقيق في نقل ما دار بيني وبينه، وهذا حدث لم يحدث معي أنا فقط، حدث أيضا مع اللاعبين أنفسهم. بالتالي حسين الصادق في موضوع سلمان الفرج ذهب إلى المدرب وذكر له أن سلمان الفرج لا يرغب في المشاركات في المباريات الودية، ولكن في البيان الصحفي كتب أن اللاعب ذكر لأحد الإداريين بعبارة ما قلت لكم لا تضموني في موضوع نواف العقيدي
حسين الصادق قبل بداية المعسكر راح للمدفب وقال للمدفب أن نواف العقيدي لا يرغب بالانضمام للمعسكر، لكن وللأسف لم يقل له الحقيقة الكاملة، ما قال له أنه اللاعب عنده ظرف عائلي وأمه تعبانة ويحتاج أنه يطمن عليه وطلب إجازة يومين. يعني أنا يعني هذا أمر يثير استغرابي جدا بالتال، وحسين الصادق يعني شخص متدين جدا جدا، والله يعلم يعني خائنة الأعين وما تخفي الصدور. طيب ليش ما رحتوا يعني كإعلاميين دائما لما يكون عندكم مثلا قضية حول المنتخب، ليش ما تروحون لحسين يعني مصدر المعلومة مثلا أو الرجل المسؤول في المنتخب تسألونه مباشرة؟ ليش تبحثون عن مصادر أخرى، أو ليش أنت بحثت عن مصادر أخرى؟ خلني يعني أخصص الموضوع لك. طيب بالتال يعني قبل لا أجاوبك على السؤال، احنا في فترة البطولة انا شخصيا تنقلت على يمكن رحت لاكثر من 16 منتخب. بالتال في منتخبات يظهر مدير المنتخب قبل بداية التمرين ويجيب على كل الأسئلة الإعلامية بكل وضوح وشفافية. اذا كان هناك خلل فني او مشكلة او حدثت في المباراة، بعد المباراة يظهر المدرب ويتحدث مباشرة للإعلاميين، وهذا ما حصل مع كلينزمان بعد التعادل مع ماليزيا. أنا في كل تمرين كنت أذهب إلى المسؤول الإعلامي وأطلب منه أن يطلب من حسين الصادق أن يحضر لنا في مكان الإعلامي، خصوصا بعد مؤتمر مانشيني كان هناك أسئلة عديدة وروايات متعددة وكنا نبغى ننتظر نسمع منه الإجابة. حسين الصادق يتحاشى الإعلام وخصوصا في البطولة الآسيوية، حسين الصادق كان يدخل من الباب الخلفي لملعب التمرين وكان يتجه إلى مكانه ويجلس ولا يتحرك نهائيا، فقط مرة واحدة اتجه إلى مكان الإعلاميين وكان الهدف منها مهاجمتي. يعني أنا يعني الكل تحدث بالتال عن المنتخب السعودي، الإعلام الآسيوي بالكامل كان يتحدث، الوكالات الإعلامية كانت تتحدث وتحلل، كنا بحاجة أنه حسين الصادق يظهر ويجيب، أن يظهر في هذا الموقف يتصدر المشهد ويعيد ترتيب الأوراق في المنتخب السعودي ويوضح كل التفاصيل، أو على الأقل يهدي الأوضاع حتى تجاوز أو نهاية البطولة، ولكن كعادة حسين يختفي. حسين يمكننا يبغى أنه إحنا نرسل الأسئلة قبلها بيومين وهو يراجعه ويذاكر ويرجع يجيب لنا. أنا يعني مستغرب جدا من حسين، هل هم حسين العقد والراتب والمكافآت المالية اللي يتقاضاها مع المنتخب أهم عنده من مشاكل المنتخب ومصلحة المنتخب؟ طيب أثرنا أيضا في هذه التغطيات قصة المترجم، تناقلتها يعني صحف أو منصات إعلامية سعودية بكثرة ما بين مؤيد ومعارض، إيش قصة المترجم؟ أعطني وجهة نظرك في الموضوع. بالتالي أنا في البداية أكون يعني كل التقدير والاحترام لمحمد أمين ومحمد الحميد، وتربطني فيهم علاقة واحترام وتقدير. على فكرة بالتالي أنا أعرف عن معلومة عدم وجود مترجم للمنتخب من 2000 ومن قدوم رينارد. ورغم ذلك ما كان في امر يستدعي ان احنا نذكر الامر في خلال تغطيتنا، لكن لما حصلت المشكله انا ذكرت هذا الموضوع، وكان حديثي انه مانشيني لغه الانجليزيه ليست مثاليه، وهذا ما ذكره الصحفي الشهير خوان كاسترو. كل مدربين العالم بالتالي وعيد حديثي خلال تنقلي لتغطية تمارين المنتخبات، يوجد مترجم مباشر من اللغة الأم للمدرب يترجم بشكل مباشر للغة اللاعبين. وش معنى منتخبنا ما فيه مترجم؟ ليش؟ أنا ما أبي أجزم بالتالي على ما يقال ويدار أنه حسين الصادق وإدارته يبون يكونون هم مصدر المعلومة الوحيد لمانشيني، هم المصدر الذي يدخل على مانشيني المعلومات سواء من الصحافة سواء من وسائل الإعلام سواء ما يدور داخل المعسكر. وأيضا ماذا يقول مانشيني؟ أنا أربى يعني عن حسين الصادق وفريقه هذه النية، ولكن يعني عدم وجود مترجم يعني أمر مثير للاستغراب.
مكالمة الفجر اللي زعلت الجماعة علينا، عليك وعلينا، احنا فريق واحد، اللي بيزعل عليك يزعل علينا، واللي بيزعلك يزعلنا. بالتال الله يسعدك يا أبو ساير، المكالمة موثقة وإدارة المنتخب تعرف أنها موثقة وتعرف الشخص اللي اتصل فيني، وأنا ما أبي أخوض في الموضوع وأضيف أو أتكلم أكثر زود على ما أنا قلت في ذاك اليوم، لكن عندي معلومة بسيطة بضيفها. أنا يعني من ضمن الأشياء اللي عرضها علي الطرف الآخر أنه أجري مقابلة مع حسين الصادق بعد نهاية البطولة، هذه من ضمن الأشياء اللي هم عرضوها خلال المكالمة. ختاما بالتالي يعني المنتخب السعودي هذا منتخبنا وهذا يمثلنا جميعا، وأنا أتكلم معك الآن كمواطن سعودي وليس كصحفي. يعني إحنا شفنا الأستاذ المحترم ياسر المسحل يوجه انتقاداته للمنتخب السعودي وهو خارج المنتخب في فترة سابقة، وهذا أمر طبيعي. حسين الصادق لما كان محلل في العربية وجه انتقادات للمنتخب السعودي وهذا أيضا أمر طبيعي. دور الإعلام بالتالي ينقل الحقيقة وينقل الحدث دون أي تجني، وهذا أنا ما قمت فيه بالتالي خلال تغطيتي طوال 20 سنة. جميل. لم يبدو مني أي إساءة بالتال لأي مسؤول أو لاعب في المنتخب السعودي. شكرا نايف على هذه التوضيحات. رغم أن النايف طرف أو عضو أساسي معنا في القسم الرياضي في العربية، لكن إحنا أيضا نقول لحسين الصادق تفضل عطنا روايتك على كل مدار وباللغة العربية الفصحى وبالاستشهادات التي تريدها الرياضية وغير الرياضية. شكرا جزيلا نايف الثقيل. وقفة أولى ونعود معكم لنتابع في المرمى وفيه بهيتش. يظهر النصر في ضيافة الفيحة والعين يراقب ناساف. مدرب الفيحة يختار ثلاثي أجنبي لمهاجمة النصر. حياكم الله. جرت الثلاثاء مباراة وحيدة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، فاز فيها كاواساكي الياباني على مضيفه شان دونغ الصيني بثلاثة أهداف لاثنين. واليوم الأربعاء تلعب 4 مباريات في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا في الشرق الآسيوي. تشومبوك الكوري أمام مواطنيه بوهانغ، وبانكوك يونايتد التايلاندي ضد يوكوهاما الياباني. في غرب القارة العين الإماراتي يواجه مضيفه ناساف الأوزبكي، فيما في العاصمة الرياض يتواجه السعوديان الفيحة والنصر في مباراة هي الأولى. وللمرة الأولى رسميا سيظهر الأسترالي عزيز بيهتش في صفوف فريق النصر الذي سيستفيد هذه المرة من لاعب آسيوي بعد أن افتقدها في دور المجموعات. خلال السبعينات من القرن الماضي كان يسار بيهتش من اللاعبين المميزين في شمالي القبرص، لدرجة أن صورته طبعت على غلاف أحد أنواع الألكا. يسار بعد ذلك هاجر إلى أستراليا في الثمانينات بحثا عن عيش أفضل. هناك الأغلبية يتابعون الدوري المحلي أو الدوري الإنجليزي، لكن الدوري التركي كان محط اهتمام يسار وابنه عزيز. الحلم التركي لعزيز أصبح حقيقة عام 2013. انتقل إلى النادي التاريخي بورسسبور، وأصبح أول أسترالي يحمل قميص النادي الواقع غرب البلاد. عزيز يصف نفسه بالأسترالي ولكن مع دم تركي. عام 2020 حقق أحد أحلام طفولته، رفع لقب الدوري التركي مع باشاكشاهير إسطنبول. كان أول لقب مع الأندية يحققه عزيز. رفع أيضا كأس آسيا مع بلاده في 2015.
لاعب النصر الجديد ولد في ملبورن الأسترالية وترعرع هناك. عزيز يشعر بالفخر كونه اتبع الديانة الإسلامية. هو متزوج بروز وهي أسترالية تعرف عليها منذ سنوات. قيمته السوقية تقدر ب 450 ألف يورو. ابن 33 ربيعا، لاعب ظهير أيسر طوال مسيرته، يمتاز بتعدد المراكز، شغل مركز جناح أيسر، كما بإمكانه اللعب في الجهة اليمنى كظهير. هيثم بن حماد، العربية. بعد غياب طويل التحق بنا الآن كابتن صالح المطلق اللي ما يحب يجينا فما شارك معنا في آسيا. صالح، وين قضيت الإجازة حقت آسيا؟ رحت القصيم؟ شيء قلمس. القصيم على طول بالتالي، ترى القصيم 24 ساعة 24 ساعة. يا أدري إنك تحب القصيم عشان كذا سألتك. من ما يحب القصيم؟ كلنا نحب القصيم. صحيح، أجواءها وأهلها الطيبين وتمورها ونخيلها. الله يبارك فيك. أنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم وحييك بالتال وحيي السادة المشاهدين. والحقيقة أننا يعني أنتم مثل ما يقولون إخواننا المصريين الحلوة وحشتونا يعني. حياك الله. اشتقنا لكم كثير. أهلا وسهلا صالح. متابعينكم ودائما مبدعين. تابعت قضية الثلاث خطوط الملعب؟ ما تابعتها صح؟ لا والله. هذه بعدين أشرحها لك. طيب، لأن أعرف إنك بتأيدني على عبده. طيب، بيهتش عزيز، بيهتش تابعتها مع أستراليا في آسيا؟ اللي تعاقدوا مع النصر، إيش رأيك فيه؟ لعب. إيه. والله شوف، لاعب يعني لاعب ممتاز الحقيقة، وخصوصا صاحب تجربة دولية، وخصوصا أيضا في الشق الهجومي، وإن كان حتى مساهماته الدفاعية واضحة. فعلا مم أخطأه قليلة الحقيقة، متابعتي لهم في منتخب أستراليا، ومساهمته الهجومية والقوة والسرعة كلها موجودة، هذه أعتقد أنها إضافة للنصر. جميل. طيب، اليوم مدرب الفيحة قبل المباراة، طبعا المباراة دي على أرضه رغم أنها تلعب في الرياض، رغم أنه يعني يمكن النصر خلينا نقول السمعة والفنية أحسن منها شوي، بس اليوم هو يهاجم، مختار الأجانب كلهم في الشق الهجومي، ثلاثي هجومي، وعبد الحميد صابري خلفهم، يعني بس حارس اللي وراء، طبعا هو ما عنده أصلا أجانب في الدفاع. ف ايش رايك؟ بس عنده جانب في الوسط. والله رايي هي ليست باسامي المهاجمين، هم صحيح مثل ما تفضلت بيكونوا متواجدين، ولكن هي بطريقه لعبه اسلوبه. بالتالي نعرف فوق الحقيقه في جميع مبارياته، سواء كانت على نهائي او سواء كانت ذهاب واياب، خصوصا مباريات اللي قدام الفرق القويه. أيه. ودائما متحفظ متراجع، ودائما يعتمد على الهجمة المرتدة لسرعة سكالة وهنري ونوكامي أيضا، ومن خلفهم ممكن زيدان كان يكون موجود، سعود. فبالتالي الأسلوب طريقة اللعبة، الأسلوب هو المهم، ولكن وجود المهاجمين في التشكيلة هو الاعتماد على الهجمة المرتدة، لأنه يعرف تماما أنه يواجه النصر، والنصر يعني قوة ضاربة الحقيقة هجوميا، فما يمكن أي مدرب يفتح ملعبه أمام النصر، تحديداً النصر. جميل. أعتقد هذا اللي بيصير. طيب، اللي يقال عن مدرب النصر أنه محتار، طبعاً قائمة النصر خلينا بهتش آسيوي، يعني أنه لابورت وبروزوفيتش وتاليسكا ورونالدو وماني أو أوتافيو، أنت مين تختار، ماني أو أوتافيو؟ والله في المباراة هذه اختار ماني صراحة. ليش؟ ماني. من يكون نصه كذا اخترت ماني؟ هناك من يعمض. مين؟ ممكن الخيبر
الخيبري ممكن سامي يحل مكانه مثلا، سامي ممكن عندك الخيبري وعندك روزوفيتش، فما في هي لانه ماني الحقيقه ماني اصبح عامل مهم في تشكيله النصر، خصوصا من ناحيه انه الفتح الملعب على الاطراف وعكس الكور مثلا رونالدو، وايضا التناغم اللي ساير في الاخير بين الثلاثي كلهم صراحه تاليسكا، وان كان الثلاثي يشتركون بعدم الرجوع لكنهم صراحه يعني مشكله كبيره لاي فريق، فتاليسكا وماني ورونالدو تواجدهم. طيب خليني باخذ رايك صالح فيما يقال عن مدرب النصر في الفتره الاخيره، انه بدا بدايه قويه مع النادي لكن بعد ذلك بدات يعني تنكشف ثغرات كثيرة داخل الملعب، أهمها الانضباط التكتيكي، اللعيبة مو ملتزمين تماما بالانضباطية داخل الملعب، إيش رأيك؟ والله رأيي شوف، الاتهام هذا قد يكون على أساس موجود الأسماء، فدائما إذا كان مدرب يملك أسماء كبيرة يتهم أنه ما يقدر يسيطر عليهم وأنه رونالدو لا، خلينا التهمة بين اللاعبين والمدرب صالح. لا أنا أبغى اللي أنت شايفه في الملعب، أنت شايف انهم قاعدين او انهم منضبطين تكتيكيا ملتزمين، ولا كل لاعب يرجع بتثاقل ليكمل الهجمه بتثاقل، ايش رايك؟ والله تكلمت انا وياك كثير، بحيث انه القضيه بالنسبه لنادي النصر من بدايه المعسكر طلع على فكره امتدادا في كل المباريات لحد ما وصلنا قبل التوقف حق المنتخب، وايضا مباراه الهلال الاخيره، الفريق الحقيقه دفاعيا كتنظيم، وحنا دائما نكرر الجمله لما نقول تنظيم دفاعي ليس المعني فيه الرباعي او مثلا المحاور على سبيل المثال، لكن الفريق ككل حتى ان يرجع كطريقه لعب مثلا اسلوب او اسلوب لعب انه لازم يتراجع بعد انه يفقد الكره، اكيد هذا غير موجود عند رونالدو. انت ما يمكن غير مطلوب، انا اعتبره بالعكس مدرب ذكي، اي انا اعتبره مدرب ذكي انه ما يطالب رونالدو انه يرجع ويشارك مثلا، وهذا يحدث كثير مع مدربين لما يكون اللاعب كبير في العمر. ما نحكي عن رونالدو، مفهومه صالح، لا تضيع وقتك في رونالدو، مفهومه الباقيين كلهم رونالدو تاليسكا وساديو ماني اساس انهم يقومون في الشق الدفاعي في الرجوع حتى يكون هناك تنظيم دفاعي، هذا غير موجود في النصر صراحه. لكني ما أقدر أتهم فيه المدرب بشكل كبير إنه يعني مثلاً إنهم هم مسيطرين عليه، لكن هو هذا خفاق فني عنده هو. جميل، شكراً صالح المطلق. والمباراة الثانية في هذا المسار التي سيتواجه فيها الفائز مع الفائز من مباراة النصر والفيحة ستجمع بين العين الإماراتي وناساف الأوزبكي، كيف هي الأرقام؟ وفي الاستوديو يلتحق بين سالم جوهر، وكنت اسأله تحت الهواء اقول له اهلا بك اول شيء. يا مرحبا وسهلا. اقول له مش كنت اقول لك الى اي مدى بلغ حبك الى نادي العين؟ يعني نفس المعنى بس انا قلت لك الى اي مدى بلغ بك الحب في العين؟ والله الى ابعد الحدود. تحب نادي العين؟ طبعا. مع انك انت من عجمان. والله شوف الناس عرفتني اوكي صح انا من عجمان وكل شيء، لكن كل انجازاتي معظمها يعني صح اني هناك صعود مرتين مع في الدوري في عجمان، ولكن حققت كثير من البطولات مع نادي العين. هذا العين يشبه العين اللي حقق دوري الابطال؟ مستحيل يا بطل غرور يا مستحيل. ليش؟ مع
انه فيها جانب حلوين. لا شو على فكره، على فكره راس حربه مرعب على فكره والله جد. رحيمي عندكم، شوف حتى الفتره اللي مثلا يبنى فيها كاس اسيا ايه؟ في جيل قبل كانوا ايه؟ مثل سيف سلطان، ماجد العويس، جاسم توفيق، كثير ايه؟ النجوم الطول، لكن ما حققوا بطوله اسيا. ايه حققوا صح دوري، حققوا بطولات ايه؟ لكن الفريق اللي كان موجود مؤهل كان سبحان الله للفوز في اسيا في وقتها، حتى لدرجه انك انت صعدت للمره الثانيه في ضد الاتحاد في النهائي السنه اللي بعدها. ايه يعني شوف حتى الفتره هاي يعني كانت المباراه اللي انحشت منها انت. ايه نعم، لكن لكن تعترف الجيل عادي. الجيل اليوم انا اشوف المستوى مش نفس اللي كان. طب جار ايش ملاحظاتك على العين الله؟ يعني والله عجبني مثلا لابا ممتاز، رحيم ممتاز، انت الشباب الصاعدين اللي موجودين زينين. شوف بقول لك شيء، اول شيء طبعا انت محتاج مدرب صح. ايه قبل كل شيء هو القائد يكون صح مفروض. انا في رايي كريسبو ما بقد العين حتى يعني والدليل ضعيفة. شوف الدليل ان شراودر كان مع العين حقق العلامه الكامله تقريبا. ايه لكن مع كريسبو نزل المستوى شوي. هو كان غريب انه مش والله شوف هذا يقال ان في بعض اللاعبين هو ما كان راضي عنهم. شاودر. لا هو ما كان راضي عنهم ايه؟ او ما ملتزمين فنزلهم الرديف فصارت خلافات شوي، فجوه شوي في الفريق فاحتجوا. كريسبو اقل من مكانه العين صراحه؟ نعم. ليش؟ عشان تجربته كلها في التدريب سنتين ثلاث. والله شوف يعني هو لاعب كبير، لكن لاعب في الملعب ايه لاعب كبير، لكن اعتقد التجربات اللي مر فيها ما كانت لهذاك المستوى. درب دوري ارجنتيني، درب دوري بوليفي، درب قطري، ما كان في المستوى. نص موسم في ما كان في المستوى في انا في رايي مش المدرب اللي يصلح للعين. العين اذا فاز على نصر، النصر اذا فاز على الفيحة، او الفيحة فاز على النصر، يلتقون كلهم في الفريق الحالي للعين قادر يفوز على النصر او الفيحة؟ طبعا الفيحة كان معه في المجموعات وفاز عليها العين صراحه. لا كابتن مو شايف انت مره مو متفائل. لا شوف انت تشوف فني، تشوف كره قدم. ايه اللي قدم النصر بغض النظر الهلال متصدر، بس النصر يقدم كره جميله جدا. وعلى فكره ترى انا نصراوي. طيب كويس، عشان كذا تقول عين ما يفوز على. لا مش عشان هاي. لا مازحك مازحك مازحك. مستوى الفريق ما يأهل. انت اليوم عندك لاعبين او ثلاثه معتمد عليهم، لكن الفريق يعني خط الدفاع عندنا سامحني. طيب ايش تحتاج اليوم امام نساف عشان ترجع مرتاح؟ اول شيء لمباراه الاياب انت تحقق نتيجه ايجابيه. وش الايجابيه بالنسبه لك في هالمباراه؟ تقريبا حتى لو التعادل، لانك انت لقيت قبل نساف تعادلت معه هناك، فزت عليه هني 2-0، وهاي المره الثالثه ممكن تحقق بعد نفس النتيجه، يعني قادر انك انت تفوز عليه. وبعدين على فكره العين اصلا سبحان الله موفق ضد الفرق الاوزبكيه. عنده حظ عليه. نعم عنده حظ، فاز على بختكور، فاز دوري الابطال السعوديين هالسنه واضح. ها ما في قوم منهم ان شاء الله. في احد؟ والله احنا نتمنى، طبعا نتمنى ان فريق عادي العين يقدر يوقف. ما يوقف حالي، ما يوصل. حتى لو وصل بيقابل النصر، والنصر صراحه فريق. شكرا سالم جار، بكره بنشوفك بعد المباراه ان شاء الله باذن الله. يفوز العين واذكرك.